عادة ما ترتفع نسب الإصابة بالعدوات التنفسية خلال موسم الشتاء، خاصة إذا تزامن مع الشتاء فترة أعياد كما هو في الوقت الحالي رأس السنة الميلادية عيد الميلاد، فرص لتلاقي الناس والأحبة والأصدقاء. ربما هذا يزيد أكثر من التعرض لنزلات البرد ومن التعرض للعدوات التنفسية سواء كانت فيروسية أم بكتيرية. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور سلطان سعد جابر، اختصاصي جراحة أمراض الأنف والأذن والحنجرة. حياك الله معنا دكتور. أهلا آيات. دكتور كل عام وأنت ومن تحب بألف خير. وأنت بألف خير وصحة وسلامة، بنتمنى لكم دائما الخير والبركة خصوصا على رأس السنة الميلادية، وبنخص بالذكر إخوتنا في غزة، بندعي لهم من أعماق القلوب الله يسهل عليهم ويصبرهم، إن شاء الله ربنا معهم يا رب. إن شاء الله شدة وتزول دكتور، من فمك للسماء ثم تعود إليهم الدعوة مجابة بإذن الله. دكتور، في موسم الأعياد في الشتاء تكثر العدوات التنفسية، هل من رابط فيما بينهما دكتور؟ نعم أكيد، بالعادة هاي الأمراض تبدأ في نهاية شهر 9 وأول شهر 10. نعم. في سنة 2023 حصل تأخير بسيط، فنحن في بداية شهر 10 ظننا أنه هاي السنة لن تكون هناك أمراض شديدة، ولكن تفاجأنا في وسط ونهاية شهر 10 أنه عدد الحالات بدأ يتزايد بشكل سريع جدا. نعم. فظننا أنه لربما موجة كورونا جديدة، وبدأنا بإجراء الفحوصات للمرضى، وتفاجأنا أنه لم نجد الكثير من المرضى ممن يعانون من كورونا، حتى أوميكرون اللي هو JN1، حتى المتحورات الجديدة، المتحور أوميكرون JN1، ظننا أنه هاي السنة خصوصا أنه في أوروبا منتشر، فظننا أنه راح يكون موجود، ولكن لم نشهد فيروس كورونا بشكل شديد، وإن شهدنا كانت الأعراض مثل أي فيروس آخر. نعم. ولكن وجدت أمراض الفيروس المخلوي، وهو أيضا بدأ في الصيف أصلا ظهوره، وبعض الفيروسات الأخرى مثل الإنفلونزا H3N2 اللي هو متحور من إنفلونزا الطيور. نعم. والرانو فيروس أو فيروس الأنف، وأدينو فيروس اللي برضو بيصيب العين والأحبال الصوتية. فهاي الفيروسات حوالي 4 أساسيين كانوا موجود في خلينا نقول تشكيلة 2023. في 2024 دكتور، ما هي توقعاتكم وتنبؤاتكم بشأن العدوى يعني ومشاكل التنفسية؟ نتوقع أنه تكون نفس هاي الفيروسات منتشرة. أنت يعني أرغب في القول أنه بشهر 11 شهر 12 كانت أعداد المرضى المصابين في أمراض مجرى التنفس العلوي عالية جدا. صحيح. شو السبب دكتور؟ سمعنا كثيرا. أنا أتوقع وتحليلي الشخصي وأتوقع أني صح، اللي هو الفجوة المناعية اللي حصلت من بداية 2020 أثناء سنة الكورونا، مرتبطة بكورونا، لأنه أغلب الناس كانت في الحجر المنزلي، وذلك أدى إلى اختفاء العديد من هذه الفيروسات، أو يعني نزل عددها بشكل كبير جدا. نعم. فأدى إلى تغيير نمطها، فبهاي السنة انتشرت بشكل شديد جدا، بعضها من الداخل وبعضها إجا من خارج الأردن أو خارج البلد، فأدى إلى انتشارها بشكل عنيف، وكانت الأعراض في بعض الأحيان شديدة جدا. كنا محصنين بقيود كورونا، بعيدين عن المخالطة، بعيدين عن أنه نشوف حتى ناس، حتى عن قرب كان هذا الشيء ممنوع، بالتالي الناس محجورين في منازلهم وباقين في منازلهم ملتزمين، والعدوات التنفسية انتقال الفيروسات والميكروبات خف إلى حد كبير، لكن شاهدنا نعم. كما ذكرت بغزارة خلال شهر 11 و12 من نهاية العام الحالي. نعم صحيح، الاختلاط كما نعرفه من أهم الأسباب، والتلامس بيؤدي إلى انتشار هذه الأمراض. في شهر 11 الناس لأنه حست أنه في بداية شهر 10 ما في كثير التهابات، فالناس أخذت راحتها. صحيح. وكمان نحن بشكل عام لم نعد نتقيد بإجراءات السلامة من هذه الفيروسات كما كنا في 2020 و21 والنصف الأول من 2022، فهذا الشعور الكاذب بالإطمئنان أدى له الاختلاط، تم زي ما هو بشدة، وكمان برضو درجات الحرارة كانت تطلع وتنزل بشكل غير منتظم، عفوا للكلمة، فذلك أدى أنه الأمراض كانت منتشرة بشكل عنيف. وسبب آخر خلينا أذكره بنسميه بالإنجليزي الفيرال لود أو الضغط الفيروسي. نعم. يعني مثلا أنا قابلت واحد صديق لي لمدة ساعة، غير لو أني قابلته لمدة دقيقتين وسلمت يعني عليه. يعني الفرص تختلف دكتور؟ الفرص تختلف طبعا. نعم. لما أقابل
صديقي أو زميلي لمدة ساعة وصديقي مصاب وأنا ما بعرف، فالضغط الفيروسي بيكون علي أعلى، فذلك بيؤدي أنه الإصابة بتكون أقوى عظيم. وأشد. دكتور، المشكلة في جائحة كورونا أنها قسمت الناس إلى قسمين، قسم أنه إذا شعر بأعراض تشبه أعراض كورونا يخاف ويتوجس ويلجأ مباشرة إلى الطبيب للإطمئنان، سواء كانت إنفلونزا أو كانت كورونا أو أي عدوى تنفسية ومرض تنفسي آخر. البعض الآخر يشعر بهذه الأعراض لكن يتحايل على نفسه إلى حد كبير حتى لا يلجأ إلى الطبيب، يقول لك ما صدقنا متى نخلص من كورونا وأطبائها. مرة ثانية نصير كل ما نشعر بأعراض نروح ويشخصونا بالغلط كورونا، نسمعها كثيرا دكتور. ما رأيك وتعليقك؟ صعب أعلق على أي تشخيص خطأ بكورونا، لأنه ذلك يعتمد على الأعراض ويعتمد على نتائج الفحوصات. نعم. فأنا يعني لا، ما بقدر أعلق على الموضوع لأنه ما أنا عندي. أنا أقصد دكتور مش كورونا، التعامل نعم. الخاطئ مع الأعراض. نعم نعم. وتكذيبها تمام. أحيانا. تمام. الكورونا فيروس هو فيروس موجود منذ آلاف السنين، ولكن نحن أثناء جائحة كورونا اللي تعاملنا معه هو المتحور من كورونا كوفيد 19. نعم. فلذلك حتى هذا العام يوجد كورونا فيروس، يعني احنا بنسمي عائلة كورونا فيروس واللي هو الفيروس التاج. نعم. فهو والأمراض الأخرى بما فيها كورونا. التكذيب في الأعراض، الشخص بيقيم نفسه، في بعض الناس كانت أعراضها خفيفة جدا بحبوا يخلوا مناعتهم هي اللي تقاوم المرض. صحيح. ويطيب لحاله، مش غلط، ولكن في حال حسينا انه الأعراض غير منطقية وصعبة، وأنا برأيي الفاصل هو إذا في الليل أثناء النوم الشخص بصير يصحى، هذه يعني أعراض تصحيك من النوم. أعراض تصحيك من النوم، هون 100% الشخص بيحتاج طبيب. العرض الآخر اللي أنا بحب يعني أو ما تنيمك يكون أو ما تنيمك، في ناس ما كانت تنام بالمرة. آلام المفاصل في بعض الأحيان قد تكون صعبة لدرجة إنه المريض غير قادر على تحملها. هنا ممكن تكون إنفلونزا دكتور. الإنفلونزا الآن لاحظ إنفلونزا الطيور H3N2. الإنفلونزا إحنا الشخص لما يمرض بنسميه إنفلونزا، فمرض الإنفلونزا منتشر اللي هو فيروس إنفلونزا A، ومرض فيروس ما بعد الإنفلونزا اللي هو برا إنفلونزا فيروس، هاي برضو بتؤدي لالتهابات خصوصا عند الأطفال كمان. نعم. كل هاي الأمراض اللي تصيب مجرى التنفس العلوي ومجرى التنفس السفلي كلها أنا برأيي يجب استشارة الطبيب، إلا في حال إذا كانت الأعراض يعني بسيطة جدا وما في حرارة، فهي الحالة ممكن إذا الشخص قادر يقاوم ورياضي أصلا ما في أي مشكلة. ولكن في حالات أخرى أنا ما بعطي الأدوية لكل المرضى بنفس الجرعات وبنفس الدرجات، في مريض ممكن أعطيه دواء وممكن مريض ما أعطيه دواء، حسب، ممكن أعطي هذا مسكن من نوع معين، ممكن هذا مسكن من نوع آخر. لا تنسي في المرضى الحوامل، لا تنسي في الأطفال، في كبار السن، في المرضى اللي صحيح. عندهم الأعراض الرئيسية آلام المفاصل، هون بيختلف العلاج. ففي الاختصاص عندي مهم تقييم المريض، والمرضى اللي اجوا عندي جدا استفادوا من التقييم وكانت المرضى سهلة عليهم. مرضى التهاب الجيوب الأنفية دكتور، يمكن أكثر أشخاص ممكن والربو حتى ممكن يعانوا من أي نزلات برد، بالتالي هو ينسب إلى نفسه طريقة صياغة الكورس العلاجي إذا أصيب بأعراض برد. يقول لك مثلاً ألجأ إلى بخاخات الكورتيزون إذا كان في سيلان أو صعوبة في التنفس، والباراسيتامول اللي ممكن تخفض الحرارة، وأيضاً بعض الأدوية المساعدة على مواجهة الزكام، مواجهة أعراض البرد، وأحياناً مضاد حيوي، مع أن المضاد الحيوي موقعه غير صحيح في نزلات البرد. هل هذا صحيح دكتور؟ طرق التعامل، ونلجأ يعني نسمع كثيراً بأنه الصيدلاني أصبح عيادة عنده صيدلية، هو يعطي الكورس العلاجي خصوصاً في نزلات البرد والإنفلونزا. نعم. وطبيب الأنف والأذن حنجرة مغيب. تعليقي على هذا الكلام، الآن لابد في أثناء علاج أمراض الجيوب أخذ بعين الاعتبار اللي بنسميهم بالإنجليزي الجايدلاينز أو الخارطة للتعامل مع التهابات الجيوب. طبعاً الشخص اللي عنده التهاب مزمن في الجيوب بيعاني منه من سنوات لازم يجي على طبيب الأنف والأذن والحنجرة. أما بالعادة التهابات الجيوب الحادة اللي بتيجي خلال أسبوعين أو بتروح بأسبوعين أو أربع أسابيع، هذه يمكن التعامل معها بأدوية بسيطة، أدوية بخاخات أنف فيها كورتيزون، مخافضات حرارة، مسكنات، يمكن التعامل. فأنا بتبع الخارطة، فالصيدلي إذا الأمور واضحة جدا والمريض أعراضه بسيطة ممكن، كانت الأعراض أصعب على الطبيب أن يذهب إلى الطبيب العام وهو يقوم بعلاج
هذا المرض التهاب الجيوب الحاد حسب الخارطة العلاجية المتبعة. أنا شخصياً بتبع الخارطة البريطانية. أما في حال كان في مضاعفات أو كانت درجة الحرارة عالية جداً أعلى من 39 أو المريض ما بيقدر ينام أو الموضوع متكرر أو الموضوع مزمن، في هاي الحالة يتم مراجعة الطبيب بأخذ موعد ويتم إجراء تنظير الأنفي، صورة الأشعة، ويتم طبعاً إضافة العلاجات الأكثر فعالية في علاج التهابات الجيوب. طيب دكتور، بالنسبة للمرضى عندما يصابون بنزلات برد وينخفض عندهم مستوى الأكسجين، يصبح لديهم صعوبة في التنفس، كيف يمكن للمريض أن يشخص نفسه أنه أنا الآن يجب أن أتجه إلى قسم الطوارئ مثلاً حتى يعطوني تبخيرة؟ نعم صحيح. الآن سؤالك جيد جداً. الآن بس معلومة حلوة للجميع، معلومة تعرفوها على رأس السنة، الأنسجة في مجرى التنفس العلوي شبيهة جداً بالأنسجة في مجرى التنفس السفلي وهي الرئة. نعم. ونحن أطباء الصدرية وأطباء الأنف والأذن والحنجرة دائماً ما يكون في بينهم تعاون تشاركية. لتشاركية وتعاون لعلاج المرضى. الآن الفيروس اللي بيجي على مجرى التنفس العلوي يعني الجيوب أو الحلق احتمال كبير ينتقل للرئتين. نعم. ودائما انا من مرضاي شنت بيحكوا لك نزل على الرئتين. نزل على الرئتين، نعم صحيح، طبعا بفعل الجاذبيه وبفعل الهواء وبفعل العوامل الاخرى، وممكن ايضا دكتور بفعل اهمال العلاج احيانا برضو صحيح تأخيره. المريض اللي اعراضه شديده وباخرها في احتمال انه تنزل على الرئتين. والان لما تكون في الرئتين، انت ذكرت نقطه حلوه وهي انه الطفل بيصير عنده ضيق في التنفس، صعوبه في التنفس، طبعا هاي من الدلالات انه يجب مراجعه الطبيب. دلالات أخرى إزرقاق في الشفتين، صعوبة أو عدم اتزان في الوعي، ممكن الشخص الأكسجين ما عم بوصل بشكل كفاية، ألم في الصدر لأنه الأكسجين ما عم بوصل بشكل كافي، خصوصا كمان عند المرضى الأكبر سنا. ففي هاي الحالات أنا أو طبيب الصدرية إذا كان المريض على حسب أسرة مين داخل نكتب طبعا بخاخات وتبخيرات، عفوا تبخيرات فيها كورتيزون، لازم يكون فيها سوائل بحيث انه يكون الهواء رطب، فهاي برضه من العلاجات في الرئه. طبعا لازم مضاد حيوي برضه له دخول في الرئه، بس لمده معينه صحيح دكتور؟ اكيد لفتره معينه من الزمن. لان في ناس مثلا بخاخات اصبحت عندهم نظام حياه، هو على مدار السنه ياخذ البخاخ او في جيبته حتى البخاخ حسب نوع البخاخ. كورتيزون. في بخاخات اذا كورتيزون 6 أشهر، اذا اللي هي اللي بتشتغل على أعصاب الأنف 5 أيام، وإذا مي وملح ممكن مدى الحياة يومياً 3-4 مرات، ما في أي مشكلة. نعم. فحسب نوع البخاخ، لذلك يجب استشارة الطبيب ونشوف أنه ما في موانع من استخدام البخاخات. طبعاً أنا شخصياً عدد الدخولات زاد عندي بشكل كبير جداً. نعم. فيعني في مرضى كنت أفضل يتعالجوا في المنزل وأعطيهم أدوية، ومرات كنت أكتب الأدوية ويجيهم تمريض منزلي. نعم. بسبب العدد الكبير من الدخولات في آخر شهر 10 وشهر 11 وأول شهر 12. نعم. دكتور نصيحتك أخيراً للناس، قد لا نستطيع منحهم من أنهم يتواجدوا برفقة بعض، برفقة الأصدقاء والأحبة ويلتقوا، لا نمنع هذه الأجواء العائلية أحياناً والتي تكون مصدر للسعادة والراحة النفسية، لكن نستطيع اتخاذ بعض التدابير التي تحمينا. نعم. نسمع منك دكتور. أفضل نصيحة هي تفادي الإصابة بالمرض عن طريق لبس الكمامة، غسل اليدين، يعني زي ما قلنا في كورونا نتبع هذه الإجراءات الوقائية. طبعاً في حال أنه صار في عدوى عند أحد الأشخاص في العائلة أو الأسرة، النصيحة لا تخالط إذا عندك شخص كبير في السن في المنزل، لا تخالطه. نعم. وأنا يعني أذكر حتى شخص صديقي دكتور. حتى بالذات المصافحة. نعم. لأنه أكثر طريقة هي التلامس. أذكر يعني صديقي كان في عنده سفر وكانوا مسافرين على دولة أوروبية ووالدته مرضت، كان هو مريض ووالدته مريضة، شفتهم بالعيادة لما فحصت، أنا طبعا لابس كمامة، شفته قلت له أنت شكلك عدت الوالدة، والدته عمرها 70 سنة، فأصريت أنهم ما يسافروا على رأس السنة على الأعياد، كانوا طالعين يشوفوا عائلة برا ويحتفلوا، أصريت بقوة. نعم. وحكى لي معلش ولسه يعني مرضها بسيط، قلت له راح يصعب عليها الأمور، أنا بدي أدخلها. دخلت على المستشفى وبعد أول يوم بدأت تتعب، بدأ المرض يشتد، فحكالي كويس إنه ما سافرت، والحمد لله بعد العلاج وعملنا استشارة صدري ووصلت لاستشارة طبيب قلب، لأنه صار ضغط على القلب نتيجة إصابة الرئتين. نعم. لما الرئة تكون ملتهبة بتعمل ضغط عكسي على القلب، فاستشرنا
طبيب قلب قدير ما شاء الله عليه ساعدنا، ويعني كفريق كامل قمنا بعلاجها، والآن هي في المنزل تحتفل بالأردن. فأنا بنصح الجميع إذا في حدا كبير في السن وعرضة للإصابة بهاي الأمراض أو شخص عنده ضعف مناعة، إنه ما فيها زعل ما فيها شيء، الأعياد حلوة ولكن الصحة هي أهم شيء في الدنيا. بالتالي دكتور اللمة بتكمل مع إتمام الصحة والعافية عند الجميع، لا يكون أحد مريض وجاء فعلا مشارك في هذه اللمة فينقل العدوى والمرض للآخرين. صحيح. كل الشكر لك دكتور سلطان سعد جابر، اختصاصي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، على ما قدمت لنا اليوم من معلومات، وسنة ميلادية مباركة عليك وعلى الأهل. الشكر لك آيات ولفريق التصوير وللمشاهدين جميعا، شكرا على الاستضافة الحلوة كالعادة، المحتوى رائع وما شاء الله عليك أسئلتك بتوجه الناس للصحة السليمة، ونحن هدفنا نشر التوعية بحيث كمجتمع تكون الصحة أفضل، ونخلي الاستشارات الطبية للحالات اللي فعلا تحتاج. وإن شاء الله كل عام وانتم بخير، ونراكم بخير وصحة وسلامة على السنة القادمة.